للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الصحفي الفلسطيني الأستاذ عماد أبو الروس. أهلا بكم أستاذ عماد إلى هذه الجولة الإخبارية. يعني الأمم المتحدة تدعو إلى سرعة تقديم قتلة الأمة الفلسطينية إلى العدالة، لا سيما بعد مقتل فلسطيني اليوم. كيف تصف هذه الجرائم، وكيف ترى الدوافع في وقت تطالب فيها الصهاينة بوقف العنف الفلسطيني؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة مستمرة يعني منذ فترة طويلة. طبعا الإعلام الفلسطيني دائما يتحدث عن حملات اعتقالات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي، أيضا بعض الانتهاكات الإسرائيلية من مستوطنين تجاه المواطنين الفلسطينيين، وكان طبعا آخرها إعدام الأم الفلسطينية في الضفة الغربية بعد رشقها بالحجارة من المستوطنين الإسرائيليين. طبعا هذه الوتيرة تزايدت نوعا ما بالتزامن مع يعني بدء بعض العمليات الفردية للشباب الفلسطينية للرد على هذه الخروقات. طبعا الاحتلال الإسرائيلي ينظر لاشتعال النار في الضفة الغربية بأنه تهديد للأمن القومي الإسرائيلي، خاصة بأن الاحتلال الإسرائيلي سعى وخاصة بعد عملية السور الواقي عام 2002 للجم المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية لتحييد أيضا الفلسطينيين من التماس مع الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هذه التطورات جاءت في خضم ذلك من خلال تزايد الانتهاكات الإسرائيلية سواء في القدس المحتلة وعمليات الاقتحامات للمسجد الأقصى وعمليات الاقتحامات الليلية، والتي شهد قبل ما يقارب أسبوعين أو ثلاثة عملية إعدام لشاب فلسطيني أثناء اعتقاله. إلا أن هذه الممارسات بالتأكيد يعني لن تطبخ الشعب الفلسطيني وجعلته بأن يبدأ في حراكه في الضفة الغربية لمواجهة هذه التصرفات الانتهازية من الاحتلال الإسرائيلي وقطاع المستوطنين. لكن للأسف الاحتلال يشتكي من المسيرات اليومية التي تخرج لمسيرة العودة، طبعا يرى بأن ما يقوم به المتظاهرون هو عنف ضد الكيان الصهيوني. إذن كيف يمكن وصف الاقتحامات للخان الأحمر اليوم وتشريد أهل الخان الأحمر في ظل ما يطالب به الكيان الصهيوني بإيقاف المسيرات التي يعتبرها عنف ضده؟ يعني الاحتلال الإسرائيلي يفسر العنف بالطريقة التي يراها مناسبة بالنسبة له. يعني أول يعني المقاومة الفلسطينية هي مقاومة شريفة وشرعية ضمن القانون الدولي سواء العسكرية أو سواء السلمية، لكن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أي حراك من الفلسطينيين، يريد أن يستمر في سياسته التهويدية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وكما لاحظنا في منطقة القدس في هدم محاولة هدم قرية الخان الأحمر التي تعد يعني عملية الاستيلاء عنها تقويض لحل الدولتين وتقسيم الضفة الغربية وتقسيم القدس الفلسطيني القدس المحتلة. طبعا الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى يعني هو يعني لديه إشكالية واضحة في طريقة التعامل مع مسيرات العودة، يعني استنفذ كافة السيناريوهات في طريقة التعامل، إلا أن يعني العزم الفلسطيني سواء في القدس في القطاع غزة أو في منطقة الضفة الغربية أو في القدس المحتلة يعني أحال دون ذلك. يعني الاحتلال الإسرائيلي كما تحدثت لك قبل قليل بأنه استنفذ كافة الخيارات وكافة السيناريوهات مع هذه الموجة الفلسطينية أمام سياسته التخريبية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية ومنطقة القدس المحتلة. أستاذ عماد، إلى أي مدى برأيك ترى بأن مسيرات العودة المستمرة منذ عدة أشهر إلى الآن أن هذه المسيرات تحقق أهدافها في ظل ما يقوم به الكيان الصهيوني من انتهاكات مستمرة ضد هذه المسيرات؟ يعني شوف، ما في شيء بتم تحقيقه 100%. بالتأكيد مسيرات العودة حققت عدد كبير من الأهداف سواء على الهدف على الصعيد الدولي، استطاعت مسيرة العودة تصدير قضية فلسطينية في الساحة الغربية والساحة الدولية، بدأ يعني اهتمام الصحف الغربية والقوى الأجنبية الغربية والحقوقية والمؤسسات الحقوقية تهتم في ملف مسيرة العودة والحراك الفلسطيني الحالي. الاحتلال الإسرائيلي يحاول، يعني حتى إذا لاحظنا جيدا حراك الأمم المتحدة المتمثل في المبعوث الأممي في الأراضي الفلسطينية، وأيضا حراك قطر، وأيضا حراك جمهورية مصر،
يدل على ان الاحتلال الاسرائيلي بالتاكيد هو تم يعني مأزوم امام هذه مسيرات العوده التي لا يمكن لها يعني ان يجد لها اي حل سحري. واضح بان الفلسطينيين عندما تحركوا في مسيرات العوده وهي كسر الحصار بالتحديد يعني عازمون بالاستمراريه حتى كسر الحصار. نعم. ما تفسيرك استاذ عماد لتزايد وتيره الانتهاكات مع اقتراب تنفيذ ما يسمى بصفقة القرن؟ هل تعتقد أن مطالبات الجامعة العربية بحماية دولية من الممكن أن يلقى قبول من المجتمع الدولي؟ هو يعني تم رفع قرار قبل ذلك في المجتمع الدولي، لكن يتم إجهاضه. يعني أمريكا موجودة، البيت الأمريكي موجودة أمام أي قرار للمجتمع الدولي، لكن الإشكالية ليست هنا. يعني الفلسطينيين ليسوا بحاجة للحماية بقدر بأن يكون لهم صوت أمام هذا المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات. يعني القوات، يعني لو قلنا أن هناك يجب أن تكون حماية دولية في قطاع غزة، ماذا عن الضفة الغربية؟ ماذا عن ملف المستوطنات؟ يوميا يتم إقرار بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. ماذا عن جميع جرائم الاحتلال الاسرائيلي سواء في غزه، في الضفه الغربيه، في القدس المحتله؟ مطالبات الجامعه العربيه مطالبات جيده ايجابيه نوعا ما، لكن لا تعتبر كافيه امام الحصار الخانق على قطاع غزه. يعني الافضل من الجامعه العربيه حث جمهوريه مصر لفك الحصار عن قطاع غزه. يوجد يعني بوابه كبيره من خلال معبر رفح المفتوح حاليا بشكل ضمني، يعني لا يعتبر انه مفتوح. ما يدخل من الحافلات يعني يوميا ما يقارب 250 ل 300 مسافر مع تضييقات كبيره على الفلسطينيين. كان الاصل ان تفتح هذه الجبهه الجنوبيه لقطاع غزه لردع حصار الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزه، وليس الاكتفاء فقط في المطالبات الحمايه الدوليه من جامعه الدول العربيه. الاستاذ عماد ابو الروس الصحفي الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.